السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع درس جديد دائما مع الأعداد من 1 إلى 5. سوف ننتقل إلى التمارين. عندي لكم هنا نموذج الأعداد من 1 إلى 5. لابد أن يكون التلميذ يكون حافظ الأعداد، لازم يكون يقرأهم 1 2 3 4 5. شوفوا وين العدد يحبس فيه، يحفظهم كتابة وحفظا. سوف ننتقل إلى هذا النموذج. لاحظ معي، عندي هنا مجموعة من المربعات، كل مربع فيه قريصات. سوف نحسب المربع الأول، كم فيه من قريصة؟ سوف نربط كل صورة بالعدد المناسب. كم عندي هنا؟ 1 2. سوف نحسب 1 1 2 2. إذن سوف أربطها هنا، 2. كم عندي من قريصة هنا؟ عندي قريصة 1، سوف أربطها 1، رقم 1 هنا. كم عندي من قريصة هنا؟ 1 2 3 4. سوف أربطها بالعدد 4، 4. كم عندي هنا؟ 1 2 3. سوف أربطها بالعدد 3، عندي 3 قريصات هنا، سوف أربطها في العدد 3. أين هي 3؟ هنا. سوف نحسب هنا، 1 2 3 4 5. أين هو العدد 5؟ إنه هنا، 5 إنه هنا. سوف أربط هنا. لابد على التلميذ أن يحفظ الأعداد هكذا، 1 2 3 4 5. كل عدد حطوا له معاه رسمة، مثلا ديروا له قريصة، مثلا هنا 0 ديروا له قريصة، 2 هكذا، 3 هكذا، 4 هكذا، ربع قريصات، 5 هكذا، حتى يفهم. هذا كان مجرد نموذج. سوف ننتقل إلى كتاب النشاطات، تابعوا معي. سوف انتقلنا إلى كتاب النشاطات، أنشطة رياضيات الأعداد من 1 إلى 5. أتمرن. لاحظ، 1، أربط كل بطاقة الأزهار بالعدد المناسب كما في المثال. لاحظ عندي هنا مجموعة من البطاقات، كل بطاقة فيها أزهار، سوف نحسبهم. عندي البطاقة الأولى، كم فيها من زهرة؟ فيها 1 2، ربطناها هنا، 2 بالأصابع نحسب، 1 2. عندي هنا البطاقة الثانية، كم فيها من زهرة؟ سوف نحسب، 1 2 3 4 5، فيها 5 زهرات. كيف أحسبهم؟ بيدي، أصابع يدي أحسب، 1 2 3 4 5، هكذا 5. إذن أين هي 5؟ إنها هنا، سوف أربط 5 هكذا. لاحظ، كم عندي في البطاقة الثالثة من زهرة؟ 1 2 3، سوف أحسب، 1 2 3 هنا. البطاقة الرابعة، عندي زهرة واحدة، سوف أربطها هنا، 1 في رقم 1. هنا كم عندي من زهرة؟ 1 2 3 4، سوف أحسب،
واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إنها هنا أربعة. نستعين بأصابع يدينا. ننتقل إلى التمرين الثاني. لون العدد المناسب في كل بطاقة. عندي هنا مجموعة بطاقات، سوف أحسب واحد، اثنان، ثلاثة. سوف ألون العدد ثلاثة. أين هو العدد ثلاثة؟ واحد، اثنان، ثلاثة. إنه هنا، سوف ألونه. ها، لقد لونا العدد ثلاثة. سوف نحسب عدد الأقلام. كم عندي قلم هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أين هو العدد أربعة هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إنه هنا. عندي مقلمة هنا، إنها مقلمة. كم عدد المقلمات هنا؟ مقلمة واحدة. سوف ألون واحد. كم عندي هنا من سيال؟ سوف أحسبهم، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. أين هو العدد خمسة هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمسة إنه هنا، سوف ألونه. أكتب. عندي هنا العددين، واحد واثنان. سوف أكتب واحد عدة مرات كي أتذكره جيدا. سوف أكتب واحد عدة مرات. واحد، هكذا هكذا، واحد واحد. إنه واحد واحد. عندي هنا اثنان، سوف أتبع النقاط. اثنان 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 اثنان. هنا أبحث. تتقدم الضفدعة بثلاث خانات. لون خانة الوصول. عندي هنا ضفدعة، لاحظ لقد تقدمت. لقد كانت في الرقم واحد وانتقلت إلى الرقم اثنان. سوف تتقدم بثلاث خانات. أين هي الخانة الثالثة؟ كانت هنا في الواحد وبعدها أصبحت في الاثنان. سوف تصبح في الثلاثة. هنا وصلت في الخانة الخامسة. هذه خانة الوصول. إذن أشفوا مليح، نكون لقد تعرفنا على الأعداد من واحد إلى خمسة. كرروهم للأولاد. مثلا اكتبوا لهم هكذا، مثلا واحد عدة مرات. تابعوا معهم هكا نقاط نقاط لكي يتذكروا جيدا. مثلا اثنان، ومثلوا لهم مثلا اثنان، ديروا لهم زهرات كم عددهم، يربطوا به يعرفوا. ثلاثة، احسبوا لهم هكذا حتى يفهموا جيدا. بالتوفيق إن شاء الله مع درس جديد.